أنا قلقان ومش مطمن. إيه الحوسة اللي أنا فيها دي بس يا ربي؟ موضوع عليش في البيت ده مش مطمني. وبعدين أنا هولد ولد ولا بنت هعرف إمتى بس يا ربي؟ الواد ده ممكن يعلم العيال دي حاجات غلط، ده لبسه لوحده كارثة. أنا كمان عايزة أعرف هجيب لبس البيبي بامبا ولا لبني؟ واحنا ليلتنا بيضة ولا حاجة؟ أيوة برافو عليك يا لولو، تاهت ولقيناها. أنا هجيب لبس البيبي أبيض كده ينفع لو البيبي ولد أو بنت. وأنا في إيه وإنت في إيه؟ أنا بتكلم على الزفت ليش ده؟ ممكن يقعد مع العيال ويعلمهم حاجات غلط. خلاص يا علي لو قلقان منه مشيه وقعد انت بيه. لا انا كفايه خدت اجازه من الشغل النهارده، لازم ارجع الشغل بكره. يعني ايه يا علي؟ انا كمان تعبانه حامل وبتوحم، وبعد كده مفيش غير امك. انت هتكملي ولا دي شتيمه؟ لا يا علي طبعا مش شتيمه، بس بعد كده مفيش غير سياده امك هي اللي تقعد معاهم، وانا بقى مش هرضى بكده ابدا. ليه؟ هو ايه اللي ليه يا علي؟ بصراحة كده مامتك بتقعد مع العيال وتلعب معاهم كوتشينة، يعني عيالك لما يكبروا شوية هيطلعوا أمر تاجية. انت بتغلطي في أمي يا أنجي؟ لا مش بغلط في أمك، بس بصراحة كده أنا أعرف إن الجدة تقعد مع الولاد تلعب بيانو، تحكي لهم حواديت، تغني لهم، مش لعبهم كوتشينة. يعني هو أبوك يعني اللي بيقعد معاهم يلعب بيانو ولا بيلعب بيانو؟ يا سلام، عشان مشغول يا علي. مشغول بإيه؟ بيظبط أمك. تاني بتغلطي في أمي يا أنجي؟ يعني إيه بيظبط أمي يعني؟ يعني بيظبطها في الكوتشينه كل يوم بيغلبها. ايوه كده قولي جمله صح، انا امي ست شريفه يظبطها في الكوتشينه مش اشكال. بقول لك ايه يا علي اسمع كلامي، والله ما فيش غير ان معلش يفضل. ايوه بس يعني ما فيش بس يا علي، ما فيش بس. لعلمك معلش ده بريء نسمه ملاك بيرفرف، والله صدقني انا خايفه عليه من العيال. ده عيل زباله مش قوي يعني. شيكو بيلو يا عم، والإعلان ده مش هيخلص بقى ولا ايه؟ إعلان ايه يا عليش؟ ده فيلم. ده فيلم ده؟ انتوا بتسموا دي أفلام؟ انتوا صدمتوني على فكرة، طلعتوا ما بتفهموش في السيما والأفلام. لا فهمنا أنت يا حدق. بص يا معلم، أنا معايا بقى بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، الصلاة على النبي، يعني الستهاية دي عليها سوات أفلام، إنما إيه؟ لوز العنب. ستهاية؟ بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، ما اسمهاش ستهاية، اسمها فلاشة. يا عم مش مشكلة اسمها بقى، المهم اللي جوه اللي اسمها ايه؟ علشان ايه؟ فلاشاية. فلاشاية اه. المهم اللي جوه، اللي جوه. ايه بقى اللي جوه ده؟ وانا بدور اهو مش شايف حاجة. بصي هو عليها أفلام بالصلاة على النبي كده لنجم الجيل. أكيد تامر حسني. تامر حسني مين يا عم؟ يبقى أكيد حمادة هلال. مين الناس دي؟ ايه يا اخوانا الناس دي؟ انا ما اعرفش الناس دي، بقول لكم نجم الجيل. يعني الالماني. يعني عبده موتى. يعني قلب الاسد. يعني سد اجزاء واضرب نار وارفع السعار وولع الدنيا. مثلي الاعلى. مثلي الاعلى. العالمي. البرنس. ابن البلد. الاسطوره. الاستاذ محمد رمضان. مين ده؟ تكلموا بجد؟ استاذ محمد رمضان يا جماعه العالمي الفظيع. بصوا انا هفرجكم على الافلام دي، بس امسكوا نفسكم ها وما تتوتروش يعني. بصوا يعني خصوا على الافلام كده وانتم متهيئين ان انتم هتلاقوا كساف عين في وشكم كده، يعني ربنا يستر عليكم. ماشي ماشي. تعالى بقى نخش بقلب الاسد على طول. خطر خطر قلب الاسد اول فيلم خطر، ما ينفعش لان ممكن يحصل لكم مضاعفات. احنا نبدا من الصفر، نبدا بالالماني بالصلاة على النبي وثقة في الله الواحد. أفلام عليس رقم واحد. عشان نفسي أقلده بيعمل الحركة دي صعبة أوي، معرفش أعملها. عشان تعرف كده مش فاهم حاجة أهو. طب ما أنت تعرف أهو، علمها لي والنبي. يا ساتر يا رب، إيه عاصفة الصحراء اللي داخلة عليا دي؟ لو سمحتي يا انجي، لو سمحتي عندي كلمة حلوة قولي. يا ما عندكيش ما تتكلميش خالص، انا متغاظة قوي دلوقتي. يا سلام، ايه اللي حصل يعني عشان كل ده؟ استاذ جميل رفض التحقيق بتاعي ورفض تماما ان هو ينشره. يا سلام عنه ما نشره، دوري على حاجة تانية اكتبيها. يا سلام، وتعبي كده بقى يروح حضر ده بدل ما تقنعيه صاحبتي يا انديم. في
ايه يا كاميليا؟ انا مش في حمل ان انا اقنع حد باي حاجه بالوضع اللي انا فيه ده دلوقتي، وبعدين الحموضه بتطلع تحرقني في وداني. ايه يا كاميليا؟ مش كده؟ وبعدين اقنعي الواد انت اللي في بطني الاول ده يبطل رفس. انجي، انت مش كنتي بتقولي دايما ان احنا عندنا زياده سكانيه؟ وان ازمه المرور عندنا اكبر من ازمه البترول؟ وان احنا بلد بنزيد كل سنه 1.5 مليون بني ادم؟ قلت. وبعدين انا مش فاهمه انت ايه اللي فارق معاكي تكتبي في الموضوع ده بالذات، ما انت عندك مواضيع تانية كتيره قوي يا كاميليا ممكن تكتبي فيها. يعني ممكن مثلا تكتبي عن البلطجه، عن المخدرات وانتشار المخدرات، ممكن تكتبي عن العشوائيات. ايه حيلك بلطجه ايه ومخدرات ايه اللي هتكلم فيها؟ انا لو اتكلمتي في الحاجات دي احسن هيقعدني من الشغل. يا سلام، يقعدك من الشغل ليه يعني؟ ده بدل ما يساعدك ويقف جنبك ويجيب لك تجار مخدرات تعملي معاهم حوارات، ولا يجيب لك 2-3 بلطجيه تتصوري معاهم سيلفي. انا لو قلت لحسين هات لي تاجر مخدرات واتصور معاه سيلفي هيجيبهولي ويحبسني معاه في الزنزانه. نهار اسود، واطي ويعملها بصراحه. مش عارفه بقول لك شوفي انت عايز تعملي ايه واعمليها كاميليا، انا مش ناقصه. انا ماليش دعوه، انا عايز اكتب عن الزياده السكانيه. تخيلي يا انجي احنا بنزيد كل دقيقه طفلين. ماشي وماله. ايه يعني لما نبقى 90 مليون؟ ونبقى 90 مليون وربع كراش حاجة. ده كلامك؟ لا، ده الربع بتاعي. ماشي يا اختي البومه. اخس، فين كلامك يا مثقفة يا واعية يا عقلة؟ اخس. تمام كده، العدد مش ناقصه حاجة غير المنشط وصورة الصفحة الرئيسية. لا، على الصور كتير، انا بس مستني اما اشوف الدشت كامل. تمام. طيب محتاج ان انا في حاجه امشي انا؟ ايه، مستعجل ليه؟ لا ابدا، محتاج اكون في البيت بدري. علشان انجي والولاد؟ لا، انجي جات الجورنال والحمد لله، الولاد بس اللي قاعدين لوحدهم مع عليش في البيت. مين عليش ده؟ ابن اختك؟ لا، ده ابن الشغاله. يا علي، ازاي تثق انك تقعد ولادك مع واحد اسمه عليش؟ والله مضطر يا جميل، وعليش ده كمان شكله زي افعاله بالظبط. لا مؤاخذه يا جميل. الو، ايوه يا سولي، رجعت انت واختك من المدرسه؟ لا لسه ما رجعناش البيت يابا. انتوا مش في البيت؟ طب رحتوا النادي؟ لا برضك. مش في النادي ولا في البيت، امال فين؟ احنا في الاسم. في الاسم؟ انت بتهزر معايا مش كده؟ لا ما بهزرش، احنا بنتكلم بجد. بتتكلم جد يا سولي؟ عملتوا ايه؟ ضربنا عيال بلطجيه كانوا عايزين يقلبونا. ضربتوا عيال بلطجيه كانوا عاوزين يقلبوكوا؟ ضربوا بلطجيه؟ لا دي بلطجه. ضربتهم ازاي؟ اديني اختك. اتفضل. ايوه يا ابا. ايوه يا مي. ايه اللي حصل يا ماما؟ زي ما سولي قال. انتوا اكيد بتشتغلوني، ده مقلق فيا صح؟ لا يا ابا مش بنشتغل، احنا فعلا عورنا بلطجيه وعملوا فينا محضر. عورتوا العيال البلطجيه وعملوا فيكم محضر؟ يابا دي كان دفاع عن النفس، وانكل حسين هيخرجكم. انكل حسين هيخرجكم؟ كمان حسين عرف واتدخل؟ يا دي الفضيحه. اقفلي، انا لازم اجي لكم. سلام. ايه اللي حصل؟ اتخانقوا يا سيدي مع عيال بلطجيه.